مزيان بعدها ملي قبلتي ملي كان عندنا مانك ديفيكاسيتي بعدها مزيان باش ملي سالينا لا كوب دافريك بحال اللي ما جاوناش لي زوكازيون وما كناش في المستوى ديالنا دونك ديجا ملي كتهضروا على ليفيكاسيتي سا فيدير كان عندنا لي زوكازيون وما ماركيناهمش بون ايوب كان معنا بعدها دونك ايوب ماشي بحال اللي ما كانش سفيان رجع حتى هو باش ما نكذبوش اللي كان فرح سمع الميساج ديالي ديما كنقولها ملي كنقول ما عندي حتى شي حاجه مع اللاعبين اللي كيستاهل خصو يجي سفيان خدم دابا عام ونص ماشي هي بزاف مره كيسحب لهم بزاف حتى عام ونص ما هي والو دونك خدم عام ونص باش يرجع وكيستاهل وفين كيستاهل على جبال في لا ميور دي كومبيتيسيون هي لا تشامبيونز ليغ وملي كتماركي في تشامبيونز ليغ بحال اللي دار وملي خدم وملي عمره ما هدر هنا كتشوف لاعب كبير عمره ما سمعتوش كيهضر ديما خدم هو الميساج اللي بغيت نسرد في هذا المنتخب بلا ما نهضرو خدم وملي غتستاهل غتجي من بعد انا خصني نعطي له دي مينوت باش حتى هو يبين غنشوفوا واش غنحتوها له في الماتش الاول في الماتش الثاني بالحق اول حاجه بغيت نقول له برافو ملي واحد عنده كومون جو بو دير لا فولونتي الرغبه يرجع باش يرجع في المستوى ديالو ويخدم على المنتخب مزيان هو ليكزومبل اللي بغيت نعطيه في هذا المنتخب قبل كانوا كيجيو غير على الناس كيغوطوا ولا الناس خدامين وباغيين يجيبوا واحد الصحه هو خدم يمكن عنده 8 بوت في الشامبيونز ليغ ازياتيك سي بتيت لو ميور بوتور برافو لسفيان وانا فرحان يجي وفرحان يجي عاوننا دونك حتى هو يقدر يعاوننا باسكو عنده اون سمومون بحال اللي قلتي عنده لا كاليتي دوفون بوت باش ان شاء الله يعاوننا في ليفيكاسيتي